قمنا بعملية لواء المغاوير الفرقة الخامسة ولواء الحشد 110، وكان التقدم مالتنا وإسناد طيران الجيش، وكان تقدمنا باتجاه قرية مصطفى وقرية عبد الله. فأثناء التقدم عثرنا على الدواعش، وكان تم قتل 14 داعشي عند محاصرتهم، 4 فجروا انفسهم والباقي تم قتلهم من قبل لواء المغاوير الفرقة الخامسة واللواء الحشد 110 وبإسناد طيران الجيش. وبعون الله قتل 14 انتحاري في منطقة نفط خانة سلسلة جبلية في وادي الثلاب من قبل لواء المغاوير الفرقة الخامسة. القطاعات ويانا اللي ملقم الفرقة الخامسة وطيران الجيش. ودوم منتصرين، من نصرا الى نصرا، اينما يكونون في الارض العراقيه سوف نلاحقهم ونقتلهم، نصرا من نصرا بعون الله.